السلام عليكم اخوتي اخواتي، مرحبا بكم على قناة الحميدي. اذا كما هو معلوم وكما وعدتكم في احد الحلقات الماضية، وانني غادي نخصص يعني واحد مجموعة من الشروحات حول المدارس وحول المعاهد المفتوحة اللي ان شاء الله بامكانكم انكم ديروها يعني بعد النجاح ديالكم في البكالوريا. اذا لاول مرة كيشوف هذا الفيديو، فحقيقة أتمنى أنه ينزل تحت يبرك على زر سابوني ثم يفعل الجرس باش يتوصل بكل جديد اللي أنا كنحطو على القناة ديالي. إذا في هذه الحلقة خصصت الحديث على معهد العالي للتمريض للمهن التمريضية والتقنيات الصحة، سلك الإجازة. إذا هذا كونكور راهو تفتح الان، اذا ابتداء من 13 الى حدود 29. اذا قبل ما نبدا يعني في الشروحات، غادي نتطرق الى مجموعه من النقاط، ابرزها يعني عدد المقاعد اللي مخصص لهذه المباراه، ثم شروط المشاركه في هذه المباراه، ثم كيفيه الترشح لهذه المباراه، ثم ايضا المراحل اللي كتمر يعني الا بغيتي تقبل في هذه المباراه، المراحل اللي كتمر منها، ثم يعني اخيرا التخصصات المطلوبه، ثم يعني الماده ديال الاختبار. فقط يعني كملاحظه على ان هذه المباراه اللي هي المعاهد العليا للمهن التمريض يعني لي زانفيرمي، فهي مفتوحه في وجه الباك علميا التوجه يعني الشعب العلميه، ثم يعني الباك التوجهات يعني الادبيه بشتى انواعها. اذا فقط يعني في الاخير غادي نسرد لكم كما قلت لكم التخصصات، كل يعني شعبه والتخصصات يعني المطلوبه في يعني هذه المعاهد. اذا هذه المباراه هذه تفتحت كما قلت لكم ابتداء من 13 الى حدود يعني 29 اخر اجل التسجيل في الموقع ديالها. اذا عدد المناصب او عدد المقاعد المفتوحه هو تحديدا هو 2760، طبعا موزع على مجموعه من المدن، ايضا يعني مجموعه من التخصصات اللي حنا غادي نقولها لكم في اخر يعني هذه الحلقه هذه. اذا 2760 مقعد مفتوح. إذن هذه أولا فيما يخص يعني عدد المقاعد. ثانيا شروط المشاركة. إذا شروط المشاركة فقط كيقبلوا الباك ديال 2017 والباك ديال 2018 اللي إن شاء الله مازال ما خديتوش، فقط يعني ما بقات له إلا أيام قليلة لتعلن على النتائج ديالو. ومن هذا يعني هذه الحلقة هذه كنتمنى لكم يعني حد موفق، وأتمنى يعني للجميع إن شاء الله أنه ينجح. إذا كما قلت فقط يعني 2017 و2018 هما المتاحين لهم انهم باش يتسجلوا ويدخلوا لهذه المباراه ديال لي زانفيرمي. اذا شنو هي الطريقه او كيفيه الترشح للمباراه؟ بمعنى اخر انا عندي 2017 او لا انا غنشد ان شاء الله مقبل على نشد الباك ديالي 2018، كيفاش غنتسجل؟ اذا التسجيل يعني المرحله الاولى هي مرحله يعني في السيت ديالهم او في الموقع ديالهم، وانني غادي نخليه لكم يعني في الرابط لتحت يعني تحت هذا الفيديو هذا في صندوق الوصف، غنخلي لكم الرابط باش مباشره تدخلوا وتسجلوا ان شاء الله في السيت ديالو. اذا كما قلت لكم يعني اول حاجه هو التسجيل في الموقع ديالو. فقط يعني النصيحه هو انكم يعني ملي غتكونوا كتملؤوا الاستماره ديال التسجيل ديالكم على الانترنت، فما خاصش تكون معلومات خاطئه. الا كانت المعلومات خاطئه فما يقبلوكمش تماما. اذا يجب على المعلومات ان تكون معلومات دقيقه وصحيحه. الا طلبوا من يعني طلبوا منك النقطه ديال الجهوي ديالك، فخصك دير النقطه الجهوي اللي عندك نتايا تحديدا بالفاصله، كشي بالفاصله خصك ديرو تحديدا. ثم يعني النقطه ديال الباك ايضا خصك دير يعني النقطه اللي هي جبتي في الباك بالفاصله، ايضا جبتي 14.05 كذا غدير 14.05، اذا النقطه صحيحه. يعني الا ما كانش هادشي راه امور كيتريتا كما قلت لكم الملف ديالكم، فاذا كان الملف يعني فيه الشروط وفيه ايضا يعني المعلومات صحيحه، فالملف ديالكم يعني كيتخذ بعين الاعتبار، وايضا يعني كيترد واحد المجموعه ديال الحوايج، فكيكون يعني ملف مقبول. الا كانت المعلومه خاطئه فراه كيكون الملف يعني ملغي. يعني شوفوا هنايا دائما يعني هاد كيفيه الترشح، وكيقول لك يعني ملي غتعمر المعلومات ديال كلها كيعطيك واحد المطبوع، يعني هذا المطبوع هذا في الاخير يعني بان راك تسجلتي في الموقع ديالهم.
يدين الاستماره الترشيح والاحتفاظ، يعني خاصك انك تحتفظ بها، فلانك ملي غتمشي دوز الكونكور ديالك اللي هو كتابي فراه ضروري غيقولوا لك عطيني هذه الاستماره هذه، فغتكون معاك يعني هذه الاستماره الاخيره. نعم. ثم يعني كيقول لك ضمن هذا الكيفيه ترشح المباراه، التاكد من صحه المعلومات المعبأة في الاستماره، ويعتبر عدم تحديد المسلك او الشعبه او ترشح باكثر من معهد او مسلك او شعبه، او الادلاء بمعلومات خاطئه ترشيحا لاغيا. اذا ما يمكنلكش انك ترشح اكثر من معلومه، ماشي مثلا اني غنمشي ندير ممرض مثلا في التخدير، وغادي نمشي ندير مثلا تقني في المختبر، نعمر هنا ونعمر هنا ونعمر باش ما جاتش هنا تجي هنا تجي هنا. لا، فقط يعني عندك الحق انك تسجل في شعبه واحده، في تخصص واحد، شعبه واحده وتخصص واحد. وكما قلت لكم اي معلومات كانت المعلومات خاطئه ف يعني الملف ديالكم يرفض بشكل يعني قطعي. ثم اذا التحديد كما قلت لكم يعني المسلك والشعبه، ثم يعني ايضا ترشح باكثر من معهد او مسلك او شعبه، او الادلاء بمعلومات خاطئه يعني يعتبر ملفا او يعني الاستماره يعني تلغى نظرا لهذه الاشياء اللي قلت لكم. غندوز مباشره الى كيفيه يعني قلت لكم اذا كيفيه الترشح الى المباراه، ثم غادي نقول لكم دابا المراحل الترشح ديال هذه المباراه هذه. اذا المرحله الف، المرحله الاولى هو انتقاء المترشحين. انتقاء المرشحين، يتم انتقاء المترشحين حسب العدد المقاعد المعتبر عليها على اساس دراسه ملفات ترشيحهم استنادا على المعدل المحصل عليه في امتحان البكالوريا، وذلك باحتساب مجموع النقاط الامتحان الجهوي بالنسبه 25%. اذا كيعتبروا وكياخذوا بالاعتبار الجهوي ديالكم، اذا الجهوي كياخذوا عليه 25% ونقطه الامتحان الوطني بنسبه 75%. اذا ما تخافوش، ماشي كاين فيكم اللي غيكون جايب النقطه يعني هابطه في الجهوي، اذا فلا عليك لان غير 25%، اما الامتحان الوطني فعليه 75%. اذا يتم الاعلان عن اسماء المترشحين الذين تم انتقاؤهم لاجتياز المرحله الثانيه في المباراه على الموقع الالكتروني للوزاره. اذا فالموقع ديال الالكتروني اللي انا غادي نخليه لكم لتحت، فراه تما كيخرجوا النتائج يعني الى الملف ديال كان يعني كيسو فيه هاد الشروط اللي هما كانوا باغيين، وفراه هما غادي يعني غتكون ان شاء الله الاسم ديالك ضمن الاسماء الناجحه اللي غيستدعوه مباشره نهار 29 يوليوز اللي 29 في شهر 7 ان شاء الله باش يدوزوا المرحله الكتابيه. ثم يعني من بعد المرحله الكتابيه كتجي المرحله النهائيه اللي هي القبول، ثم بعد ذلك كتجمع واحد المجموعه من الوثائق اللي انا ما غنقول لكم واش دابا، وانما ان شاء الله انتم ملي غات هما راه يعطوكم من الوثائق اللي غادي تجمعوا. اذا غندوز مباشره الى التخصصات المطلوبه. اذا شنو هي التخصصات المطلوبه لنا واللي فيها كما قلت لكم يعني باك شعب علميه وشعب ادبيه؟ اذا غنعطيكم الشعبه، ثم غنعطيكم يعني الشعبه اللي المسلك، عفوا المسلك بصفه عامه، ثم التخصصات اللي هما كاين في ذاك المسلك اللي انت ان شاء الله غادي دير، ثم الشعبه اللي مطلوبه، ثم حتى الماده اللي غدوز. غنعطيكم نموذج. اذا كاينه المسلك ديال العلاجات التمريضيه، اذا انتم ان شاء الله ملي تكونوا كتعمروا هذه الاستماره هذه غتلقاو العلاجات التمريضيه. فقط الاخوان يعني غير تسجيل السيت كيكون باللغه الفرنسيه مش باللغه العربيه، يعني الاشياء بسيطه ماشي زعما شي حاجه معقده ولا. الا احتاجيتوا حتى انني نوريكم يعني ليطاب ديال ان يعني كيفاش تسجل في السيت ماشي مشكل، فقط يعني تخليوا لي غير التعاليق في الفيديو فانا غادي نوريكم يعني طريقه التسجيل. اذا العلاجات التمريضيه، هذه العلاجات التمريضيه هي كمسلك عام فيه واحد المجموعه من الشعب، فيه ممرض متعدد التخصصات، فيه ممرض في التخدير والانعاش، فيه ممرض في الصحه النفسيه، فيه ممرض في العلاجات الاستعجاليه والعنايه المركزه، فيه ممرض في صحة الأسرة والصحة الجماعاتية، فيه ممرض في علاجات المواليد والأطفال. إذا هذا فقط يعني مختص للشعب العلمية اللي داير علوم تجريبية وعلوم رياضية. إذا غتمتحنوا اللي غيدير هذه الشعبة هذه أو المسلك هذا غيتمتحن في علوم الحياة والأرض، فقط في علوم الحياة والأرض. غندوز إلى المسلك الثاني وهو تقنيات الصحة. تقنيات الصحة فيه شعب ايضا، ضمن هذه الشعب فيه المختبر، فيه محضر في الصيدله، فيه الحميه والتغذيه، فيه الصحه والبيئه، فيه الاشعه، فيه صيانه المعدات البيوطبيه. اذا المختبر
مختبر ومحضر يعني محضر عفوا في الصيدلة فقط يعني كيديروه علوم تجريبية يعني الباك اللي عندهم علوم تجريبية وعلوم رياضية ايضا يعني الحمية والتغذية والصحة والبيئة والأشعة كيديروا علوم تجريبية ايضا ثم علوم رياضية اما صيانة المعدات البيو طبية فكيديروا علوم تجريبية وعلوم رياضية وعلوم تكنولوجية اذا هادو غيتمتحنوا في المختبر ومحضر في الصيدلة غيتمتحنوا في الكيمياء اما الحمية والتغذية والصحة والبيئة غيتمتحنوا في علوم الحياة والارض اما البقية كما قلت لكم فغيتمتحنوا في الفيزياء اذا الاخوان الا زربت عليكم فقط يعني يكفي انكم تحبسوا الفيديو وترجعوا لذاك الشيء اللي انا كنقول اذا غندوز الى المسلك اخر وهو المسلك ديال الترويض واعاده التاهيل يعني فيه التخصصات التاليه الترويض الطبي مقوم البصر ثم واضع اجهزه استبدال الاعضاء ثم مصحح النطق نفساني حركي ثم الترويض بالعمل هادو كيديروه الشعب الترويض الطبي ومقوي البصر وواضع الاجهزه لاستبدال الاعضاء كيديروا يعني شعب الباك اللي عندهم باك علوم تجريبيه وعلوم رياضيه هادو كيتمتحنوا في الفيزياء اما القسم الثاني اللي هو مصحح النطق ونفساني حركي ثم الترويض بالعمل كيديروا علوم تجريبيه وعلوم رياضيه والادب العصريه اذا الادب اذا ما كيدخل معهم الادب اذا هادو كلهم غيتمتحنوا في علوم الحياه والارض وعيد غيتمتحنوا في العلوم الحياه والارض اذا ندوز لمسلك اخر اللي هو المساعده في المجال الطبي والاجتماعي المساعده في المجال الطبي والاجتماعي فقط في يعني شعب اللي هو المساعد الاجتماعي هنا كيكون مخصص للباك اللي عنده باك علوم تجريبيه واداب العصريه غيتمتحنوا في الفلسفه والعلوم الاجتماع غيتمتحنوا في الفلسفه وعلوم الاجتماع ثم يعني المسلك الاخير وهو القباله يعني فقط يعني فيها كما يعني شعبه واحده القباله يعني متاح لي عندهم الباك في العلوم التجريبيه ثم العلوم الرياضيه هذه كلهم غيتمتحنوا في العلوم الحياه والارض هذا المعهد هذا كما قلت لكم غيسولوني غيقولوا لي ولا غتسولوني غتقولوا لي فيه كاين فين يعني كاينين هاد المعاهد هادو اذا المعاهد كاين في اكادير كاين عندهم ملحقه في تيزنيت وايضا كاين معهد الدار البيضاء وعندهم ملحقه في سطات كاين ايضا معهد فاس وعندهم ملحقه في تازا ومكناس كاين معهد مراكش وملحقه عندهم ملحقه في الصويره واسفي كاين معهد وجده وعندهم ملحقه بالناظور كاين معهد الرباط وعندهم ملحقة في القنيطرة كاين معهد تطوان وعندهم ملحقات الحسيمة وطنجة كاين معهد الرشيدية وعندهم ملحقات ورزازات كاين معهد العيون وعندهم ملحقة في الدخلة وكاين معهد بني ملال معهد يعني بني ملال اخيرا اذا خوتي خواتاتي الى حدود الان فغادي نكون اني استفدت جميع الشروحات اللي انا وعدتكم بها اذا تابعوني في الحلقة القادمة يعني في معهد جديد وفي يعني مدرسة جديدة فما تنساوش انكم لايك ثم تبارطاجيو مع خوتكم ما تحتكروش المعلومات بارطاجيو مع خوتكم فإلى الحلقة القادمة ان شاء الله.